بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر، أبرزت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة دور الأسرة الحيوي ودور الفاعل التربوي والترابي ودور المجتمع المدني والإعلام بمثابة رافعات أساسية في النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها. كما استعرضت الوزارة جملة من المنجزات لفائدة الطفولة نتعرف عليها مع أميمة سبيلة التي تنضم إلينا الآن. مساء الخير أميمة. مرحبا بك صفية وأهلا بمشاهدينا الكرام. يخلد المغرب على غرار باقي الدول اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل سنة. وبهذه المناسبة استعرضت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أهم منجزاتها في إطار التعاون والعمل المشترك مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والأطفال والشركاء الدوليين. وتتمثل هذه المنجزات في تتبع تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والممتد من 2015 وإلى غاية 2020، حيث قامت خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2020 بإنجاز 14 تدبيرا تتحمل الوزارة مباشرة مسؤولية إنجازها في البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية. وتنضاف هذه المنجزات إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة، حيث أبانت الحصيلة نصف المرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للفترة الممتدة من 2015 إلى 2020 عن تسجيل تقدم في تنفيذ تدابير البرنامج الوطني بلغت نسبة إنجازه آنذاك 56%. كما تتمثل هذه المنجزات في برنامج أولادنا لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة العمومية في مجال حماية الأطفال ضد مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال على المستوى الترابي. هذا بالإضافة إلى إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلاوت مارا، وذلك خلال دجنبر 2019. وقد مكنت هذه الخطة من وضع فرق عمل ميدانية تتكون من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الشريكة، وذلك لتعزيز الطاقة الاستيعابية الخاصة بالإيواء الاستعجالي المؤقت. ومن المنجزات أو منجزات الوزارة أيضا خطة عمل وقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا، إذ مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت الوزارة بإطلاق هذه الخطة. وتم في هذا الإطار وضع فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بجميع أقاليم المملكة تتكون من حوالي 300 عامل اجتماعي، مهمتهم تعزيز اليقظة والاستماع وتتبع وضعية أزيد من 3800 طفل ظلوا خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي عن بعد وتوزيع عدة النظافة الشخصية على 4300 طفل ب123 مركزا. ومن جملة منجزات الوزارة أيضا برنامج مدن بدون أطفال في وضعية الشارع، كما أن الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع يقوم بدور مهم في دعم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة لمعالجة هذه الإشكالية، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهذه الفئة من الأطفال في جميع الأوقات ليلا ونهارا حسب احتياجات كل طفل. كما وضعت الوزارة برنامج مواكبة لفائدة الأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة، وعملت بشراكة مع الجمعيات على مواصلة تفعيل مشروع مواكبة 2700 طفل وشاب من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفولة بهدف تعزيز فرص إدماجهم. وبخصوص الوقاية من مخاطر الإنترنت، أعادت الوزارة أيضا دليلا للأسر لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يقدم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا
من أجل تعزيز معارف وكفاءات الأسر لمواكبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت وسبل الوقاية، وكذا التعريف بمحركات البحث وتطبيقات الحماية المتوفرة. وحسب الوزارة فإنه في ظل التحولات المتسارعة والمختلفة التي تعيشها المجتمعات وما تفرضه من أوضاع اجتماعية هشة، يكون الطفل ضحيتها الأولى، يجعل موضوع النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها مسؤولية مجتمعية تفرض على الجميع التعاون من أجل رفع تحدياتها وربح رهاناتها.